Hi. You okay? Yeah, I'm fine. You must be Ted. نجح الجزء الثاني من فيلم تيد في جمع إيرادات تجاوزت 70 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، ويؤدي دور البطولة فيه النجم مارك وولبرغ وأماندا سايفريد. سايفريد بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء أطفال، وهي أمريكية الأصل من مواليد عام 1985. اشتهرت في بداياتها في مسلسلات عديدة، لكنها اكتسبت شهرتها من فيلم Mean Girls عام 2004. شاركت سايفريد العديد من نجوم السينما في أفلام حققت نجاحاً عالمياً، ومن أبرزها فيلم ماما ميا مع النجمة ميرل ستريب عام 2008. Of what you've done. I mean the dynamos raising a kid. وأيضاً شاركت النجم تشانينج تيتوم في فيلم Dear John عام 2010. Filming tonight. It actually doesn't matter where you are in the world. It's never bigger than your thumb. ومن الأفلام الأخرى التي شاركتها النجمة Red Riding Hood. You're afraid. وGone. Oh my God. ولافليس. Like any other movie. وWhile We're Young. How relieved. You've seen it. وتعمل أماندا سايفريد حالياً على فيلمها الجديد Fathers and Daughters المتوقع عرضه العام الجاري.